أهلا بك ولاء، ما هي آخر المعلومات لديك حتى الآن؟ نتحدث عن 3 ارتفاع عدد الشهداء منذ هذا اليوم ولغاية الآن، 3 شهداء و29 إصابة كما تحدثت عنها وزارة الصحة الفلسطينية. الشهيد الطفل أحمد يوسف صقر الذي يبلغ من العمر 15 عاما، والشهيد خالد عزام عطاطا 21 عاما، والشهيد قسام فيصل أبو ثرية 29 عاما. هؤلاء الشهداء الذين تقوا في مخيم جنين إثر العدوان الأخير على المخيم خلال فجر هذا اليوم، ونتحدث عن 29 إصابة. لا زالت الأحداث مستمرة في مدينة ومخيم جنين. الآن مروحية تابعة لجنود الاحتلال قصفت موقعا في منطقة مفتوحة في جنين، وذلك للمساعدة في إنقاذ القوى التي حصرت هناك. توالي الأخبار أيضا قصفت طائرات الاحتلال هدفا بالقرب من مسجد الجبريات على أطراف مخيم جنين. لا زالت المروحيات تحلق في سماء مخيم جنين خلال هذه اللحظات، وذلك لإنقاذ المصابين من جنود الاحتلال الذين يعني تم نصب لهم تمييز من قبل المقاومين الفلسطينيين في داخل مخيم جنين. هذه اللحظات نتحدث عن اعتداءات للمستوطنين خلال في الشوارع الفلسطينية وبالتحديد في مدينة جنين. نتحدث عن 5 إصابات خطيرة باقتحام مخيم جنين للمواطنين الفلسطينيين، ووزارة التربية والتعليم قامت بتأجيل امتحان الثانوية العامة خلال هذه اللحظات خاصة في مدينة جنين. يعني الآن المواطنين الفلسطينيين يذهبون إلى المشافي الفلسطينية عن المصابين الذين يعني من ذويهم وعائلاتهم للإطمئنان عليهم. هذا ما يحدث بالتحديد في مدينة جنين خلال هذه اللحظة. ولاء، ما هي ردود الأفعال المختلفة على ما يحدث في جنين، سواء نتحدث عن جنين نفسها أو المدن الفلسطينية المختلفة؟ يعني الآن صدر بيان من يعني العلول عندما تحدث نائب رئيس حركة فتح أن الاحتلال يقصف بالطائرات، وجرائم الاحتلال أصبحت خطيرة جدا في جنين. وأيضا محافظ جنين قال أن دخول طائرات الأباتشي على خط العدوان الاحتلال في جنين ما يحدث هو خطير جدا، والمقاومون واصلون التصدي للاحتلال. هذا ما صدر من بيانات غاية هذه اللحظات إذا من محافظ جنين عندما تحدث عن دخول طائرات الأباتشي على خط العدوان الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها. وأيضا نائب رئيس حركة فتح محمود العلول قال أن الاحتلال يقصف بالطائرات وأن جرائم الاحتلال خطيرة جدا خلال هذه اللحظات في مدينة جنين. أيضا يعني توجهت وزيرة الصحة ميل كيلة إلى مستشفيات جنين للوقوف على الأحداث المؤسفة التي حصلت في مخيم جنين خلال هذه اللحظات. نتحدث عن ارتقاء 3 شهداء بينهم طفل، و يعني عدد الإصابات بالزيادة لربما يعني لم يكن بالحسبان أن هذه الأعداد ستصل إلى المستشفيات الحكومية في مدينة جنين. ولاء، ذكرت استخدام الجانب الإسرائيلي لمروحيات الأباتشي، وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل هذه النوعية من المروحيات منذ 22 عاما. ما هي الاستراتيجية التي تتبعها إسرائيل في الهجوم على مدينة جنين؟ يعني مدينة جنين ومخيم جنين له خصوصية خاصة بوجود المقاومين الفلسطينيين داخل المخيم. نتحدث عن هذه الطائرة التي لم تستخدم منذ عام 2000 في اجتياحات في مخيم جنين ومدينة جنين، ولم تحلق في سماء مخيم جنين إلا في هذا العام الأخير على مدينة جنين. يعطي أن هناك استراتيجية واضحة من قبل حكومة الاحتلال واليمين المتطرف بتصفية أبناء الشعب الفلسطيني لا سيما في مخيم جنين وفي مدينة جنين باستخدام هذه الطائرات المروحية من الأباتشي وقصف مواقع في جنين. كما تحدث يعني بن غفير عن يعني العدوان الأخير على قطاع غزة عندما تحدث وصرح بأنه يجب أن يكون هناك عملية مماثلة في الضفة الغربية لما حصل في قطاع غزة. هذا ما يحدث الآن في
مخيم جنين وفي مدينة جنين استخدام طائرات الأباتشي وقصف مواقع فلسطينية في الضفة الغربية. هذا لم يحدث يعني منذ عام 2000 في الاجتياحات الفلسطينية عندما شاحت الضفة الغربية بأكملها وقامت ب يعني اجتياح عديد من المدن الفلسطينية ودخول الدبابات إلى الأراضي الفلسطينية وقصف مواقع فلسطينية في الأراضي الفلسطينية. هذا ما يعني أنه هناك عدوان يعني متواصل على أبناء الشعب الفلسطيني.